افتح طريق ووسع مساره. هذا الصنف طب بدون انتظار. تاريخ تصوير هذا الفيديو وهذا الصنف هو 14/10/2024. سولفت لكم عليه قبل فترة وهواية، صورت لكم وياه وانتم ما شاء الله ما قصرت، هواية تفاعلت وياه. بعد نحوي منه ويستوي وشيل وشوفوا الاحجام، هاي هذا 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 مو لعب. انا من الح على صنف بعدين جايب لكم اياه فعلا. شوف 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 الحجم يا هذا، تخيل هذا الحجم 14. هذا الانتاج شقد؟ هذا الانتاج 14. شوف الحجم، شوفوا الحجم 14. صنف جديد مثالي متحمل لكافة الأصناف. هذه سوت له ترقيد هوائي وينجح ما شاء الله الحجم. سولفت لي على استمرارية الإنتاج، أنا شو أسوي بالحجم؟ هو حجم كبار ندري بيه كبار، بس سولف لي علي هذا شنو هذا؟ كله يستوي، هاي كله بحيث كل ما تستوي حباية أصور لكم، حتى لا أحد يقول لي ما يستوي، كله يستوي، حتى الفوق هذا قام يحمر. فما شاء الله صنف يعني ما ادري اشكر عليه. دا اوفر لكم اصناف، اني بهاي مزرعتي زارع اكثر من 16 صنف، دا اجرب اصناف وانشرها، ياهو لا اجرب وينجح عندي انشر، اقول لكم هذا الصنف اوكي فلينطلق الى الساحه. وهذا نشرته انا يمكن قبل 3 مرات ناشره. صراحه يعني صنف لا يعلى عليه، صنف فول، صنف ايش ما تمدح به يعني قليل ويتعبك، تعبك بالمدح. اويلي اويلي اويلي. شوف عمي مرحبا عليكم، والله العظيم حتى العبيد ما يستمر بالحمل هيك. شوف شوف الحجم، هاي شو وقت؟ والله 14. من اللبنانيين جم بالمطار مال بغداد. خطيه يعني، احنا نتعاطف ان شاء الله ويا اي مستضعف. ويعني بس ذكر حديث انا سولفت لكم وياه، هذا يا نمو خضره، هاي زرعته السنة، هالصنف الزين. وإذا تريدون من عنده شتلات أقلام غيره قولوا لي، وأني مو ما جايب لكم صورة أو إعلان أو شيء من النت، لا أنا تصوير إيدي بحيث أنتم الشيء اللي تشوفونه من عندي وأنا جربته وزين قولوا يابا أنت جربته العد ها هي وشوفتني إياه. وهاي كله تصوير إن شاء الله. شكرا على دعمكم.